السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة درعا تي في، معكم سهام. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. القاكم ان شاء الله الفيديو ديالي في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم روتيني المسائي بعد واحد الغياب ديال واحد السيمانه. بغيت نوجد واحد الكوتي عندي الضياف وقلت نشاركو معكم ان شاء الله. كنتمنى يعجبكم، ما تنسونيش من اللايك ديالكم ومن الابوني ديالكم، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم ومع العائله، وشكرا لكم بزاف. غادي نبداو بالمقادير ديال هاد. اول حاجه غادي نقداها هي واحد البريوش. غادي اول المقادير عند فيها هو كاس، جوج كيسان ونص علبه هاد الكاس عبرت بهذا البنات ديال الدقيق، هو هذا درته هنايا. عندي كاس عنبه ناقص واحد شويه، عبرت بالكاس العنبه نقصت منه هاد الشويه هذا ديال الحليب باش ندير فيه الخميره، عبرت بكاس العنبه عاد خويته هنايا. عندي هاد الكيسان ديال العنبه البنات، دوك الكيسان الصغار ديال العنبه ولكن الصغار، كاس ما عامرش ديال سنيده، ونص كاس ديال الزيت العاديه، وجوج بيضات، خمارة واحدة، وفانيا واحدة. هادو المقادير ديال العجينة. اول حاجة غادي نديرها البنات، غناخد واحد معلقة صغيرة، عندي معلقة صغيرة غادي نديرها في داك الحليب دافي ديال الخميرة العادية باش تعاونني باش يخمر ليا البريوش ويجي هشيش ومفشفش. وعندي معلقة ديال سنيدة، غنهزها من هاديك سنيدة، غادي نخلط هاد المكونات ونخليهم. غندير بحال داك العجين ديال 10 دقائق ديال البيتزا، كنديرو بيه البيتزا ولا المخمر ولا بزاف ديال الاستعمالات. غادي نغطيه دابا ونخليه يخمر. دابا يا البنات ثاني حاجه غادي نديرها هي غادي نصاوب لاكريم اللي غادي ندير من الفوق. ديك المره درت هاد البريوش بالتفاح، هاد المره غنديرو غير بلاكريم باتيسير بوحدها. غادي ناخد منها جوج معالق كبار، وغادي ندير فين هو داك الحليب، غادي ندير ربع لتر ديال الحليب. هانتوما كما كتشوفوا عبرت بهذا الكاس، ربع ايترو ماشي نص ايترو، ربع ايترو حيت ما بغيتش بزاف ديال الكريم، بغيت غير شويه. غادي نزينها، غادي نزيد جوج معالق هكذا، جوج كندير لي هاد المقبط هذا باش يبقى ليا تبقى ليا صالحة. وغادي ندير فاني وحدة، هي الكريم باتيسير ديال الفاني، فاش كنزيدو لها الفاني كتزيد هاديك سميتو زوينة، كتجي زوينة. وغادي ندير نفس المعلقة غنعبر بها جوج معالق ديال سنيدة، غادي ندير هذاك الحليب وغنردها فوق البوطه، تكون هذيك الكريمه ماشي جاريه، ماشي دايره، ماشي غادي نستعمل هذه ديال العود، ما تكونش جاريه، ما تكونش قاصحه باش دير ليا فهاد البوش هذا. غنديرها فهاد البوش هو باش غنزوقها، كتجي زوينه بزاف. غادي نصاوب دابا هادي فوق البوطه ونرجع لكم باش نصاوبوا نكملوا البريوش ديالنا. وانتم البنات كتجي بحال هكا ماشي جاريه، باش ما ديرش ليا هذيك القشره ملي تدير. غادي ناخذ واحد طريف ديال الزبده العاديه اللي كناكلو، غنديرو فيها ونخلي طريف، غنديرو في العجينه، غنخلطو مع هاد الكاس. هاد الكاس ديال الحليب البنات راه سخون، باش ما ديرش ليا ديك القشره وحتى المذاق تيكون لذيذ.
وغادي نغطيها بواحد السلوفان حيت الا دارت ديك القشره كيكون صعيب باش نحلها ملي نبغي نستعملها. وغادي نخليها تبرد على خاطرها حتى نسالي. جي لاصقه عليه باش ما يديرش لينا سميتو هذا زعما داك العرق ديالها ديال السخونيه. بغيت انايا يكون بحال هكا. غادي نخليه وغادي نخدمو البريوش. دابا غادي نخدم البريوش ديالي اللي غادي نحتاج فيه البنات. تشوفوا الخميره كيفاش ولات تفاعلت مع بعضياتها مع دوك المكونات. غادي نخويها باش كيخمر دغيا حيتاش غادي نخليه فاش نديرو في هذاك المول غادي نخليه واحد نص ساعه حتى يخمر ليا. وهذيك الزبده حتى هي تخلطات معها وتكون دارت. غندير داك السكر ديالي وغندير الزيت غندير البيض غندير بيضة ونص بيضة كاملة وبيض بيضة وصفر غادي نخليه نستعمله في الدهين ديال هذاك البريوش. غادي نخليه على جنب هكا حتى نبغي نستعمله ان شاء الله في سميتو ديالي. هاد الحليب راه دافي يا البنات. غادي نخوي على دوك المكونات الفاني والخميرة. هانتوما البنات انا كنغربل في الدقيق غربل مغربل بعدا وغير كنعاود ليه بعد الصفايه الاخرى كنغربل بشويه بشويه. عندي جوج كيسان ونص حيت القوام ديال هاد البريوش نسيت واحد القبيصه ديال الملحه القوام ديالو كيجي شويه ثقيل باش ما يهبطش لينا هذاك لاكريم. ندير غير واحد شويه باش يوازن ليا ديك الحلاوه حيت ما فيه ماشي حلو بزاف كيجي مختلف وكيجي بنين. شتو مازال خاصو هانتوما البنات بقات ليا واحد معلقه كبيره ديال الدقيق ما غاديش نكملها دوك جوج كيسان ونص قل معلقه كبيره صافي حيت ها
هاد القوام بارك عليه. عندي انا دقيق كيشرب نجيب المول. دابا انا جبت المول البنات ودهنتو غير بالزبده حيتاش المول ديال الدجاج ماشي مشكل كاع الا ما دهنتوش بالدقيق ما كيلصقش. اللي عندها البنات واحد سميتها معلقه كبيره ديال الحليب بودره خاصها تستعملها كيجي فيه زوين كيعطي واحد الهشاشه وكيجي زوين. اللي ما عندهاش ماشي مشكل. هانتوما البنات غادي ندير فيه كاروات بهذيك الكريم باتيسير درتها في الاول جاتني جاريه من بعد شويه عقدتها عاد غادي نديرها دابا باش نخليه يخمر. ما توصلوش الحاشيه ديال المولى البنات باش ما باش يخليه يعطي هذاك النفاخ ديالو. دابا البنات غادي نغطيه مزيان بواحد البلاستيك الغذائي وغنزيد ليه واحد المانطا باش كنغطي الخبز وغادي نخليه باش يخمر. دابا البنات غادي نعجن المسمنات ديالي. غادي ندير نص بالبيض والفرماج والنص غادي نخليه هكاك. عندي هنا الفينو وعندي الفورس غادي نخلطهم وغادي نعجنهم مزيان ونخليه يرتاح حيت ما غنديرش فيه الخميره لا والو. الخميره كما شفتوني ديما كنستعملها انا كنديرها في الزبده اللي كندهن بها ولا في السميده. غندير شويه ديال الملحه وغادي ندير شويه ديال السكر واحد معلقه صغيره صافي. هادشي اللي غندير وغنعجن عادي ديما. صافي البنات العجينه ديالي ها هي غادي نغطيها دابا. ونخليها ترتاح هذاك عسل. بعد ما نصاوب الزبده وندير فيها الخميره وداك الشيء ترتاح مزيان غادي نقطعها وصافي ونطيبها ان شاء الله. هذيك داك الصفر ديال البيض درت شويه ديال القهوه وغنزيد شويه غير واحد القطيره ديال الخل باش ندهن به البريوش ديالي. هذاك البريوش البنات حتى عجنت ودرت دابا رجعت لي لقيتو خمر غادي ندهنو دابا وندخلو للفران. غندهن غير دوك دوك البلايص اللي ما فيهم والو كيعطينا واحد اللوين زوين فاش كيطيب. غادي ندهنو كله ونرجع لكم باش ما نطولش الفيديو. غادي ندخلو دابا للفران ونوريكم كيفاش كيجي الشكل ديالو النهائي. هانتوما البنات انا قطعتو بحال هكا غنديرو في هاد اللاطه ونخليه عاوتاني يرتاح مزيان. وغادي نخدم بالزيت وبهاد الزبده اللي كنقول لكم ديما راني عاودت شريتها فهاد الشهر وصافي. صافي البنات انا دابا جيت كنكمل سميتو ديالي بديت في هذاك المسمن بعد ما خليته يرتاح واحد شويه كيفاش غندير. صافي هيا صافي كما العادات كما تندير ديما في المسمن ديالي راه انايا كندير وحده في وحده باش كيجيني مداير ماشي ديما زعماك. دابا غادي ندير واحد الجوج عاد من بعد غادي نكمل. والزبده كما قلت لكم راني دايره هنا الزبده والخميره ديال الحلوه خلطتهم بجوج مزيان هما باش كندهن بهذيك الزبده والخميره حيت ما درتش الخميره في العجينه
وكان نرش بسميده بحال هكا وصافي، كندور عليها على الاخرى حتى كنسالي. صافي هادشي اللي كاين، ومن بعد ملي غادي نطيبو غنوريكم، غنوريكم كيفاش كيجي. كيجي مفشفش وزوين بزاف، حيت هذيك الخميره اللي في الزبده كتعاون باش كي يدير، خصوصا انا دايره فيه الفينو بزاف، ما فيهش الفورس بزاف. هاد الخميره اللي ما كنديرش انا في العجينه بحال هكا فاش كنكثر بحال اليوم العجينه، كنخليه بلا خميره. علاش؟ باش الا شاط ليا العجينه ماشي مشكل، جاوني الضياف هكا دغيا دغيا ماشي مشكل، غادي غير نديرها في واحد البلاستيكه اولا واحد السبيره وندخلها للثلاجه حتى لغد لي وكنكملها عادي. داكشي علاش ما كنديرش فيها الخميره، كنفضل العجينه ما تكونش فيها الخميره باش ما يكونش بزز مني نكملها هذاك النهار مازال. صافي هادشي اللي كاين. انتم البنات فهمت طنطيب دابا، تنقرصو غير شويه ما يكونش شرقيق ما يكونش غليظ. هذا غير العادي، هذا غير داك الثمن العادي. دابا ملي نبغي نطيب هذاك الاخر ديال اللي غندير فيه الفرماج والبيض، كندير ليه نص بيضه يكون غير بحال هكا ما يتحمرش، كنحيدو، كنكون مطربه البيض وهذا ومطربه البيض ومقطعه فيه فرماج مربعات او لا مثلثات، مقطعاه قطع صغيره وكنعمرو بيه ونعاود نكمل ليها الطياب ديالها في سميتو. راه ديجا شاركتو معكم في رمضان، ولكن ما عرفتش واش غادي زعما تكونوا شفتوا هذاك لا فيديو ولا لا، قلت نعاود معكم شي مشكل. هكا تنختار الى جا عندي هكا شي ضيف كنكون تندير شي حوات متنوعين، وفي نفس الوقت تيكونوا ما كياخذوش الوقت كثير. يكون مثلا بحال فاش عجنت المسمن مشيت درت واحد، ان شاء الله مره اخرى نشاركهم معكم، صوبت واحد لاباراي ديال البيتزا سائله زعما وعمرتها ودخلتهم الفران، جاو بحال لي كيش في الشوفه، ولكن هما ماشي لي كيش، راه بيتزا كيجيو رائعين. مره اخرى ان شاء الله نوجدهم معكم، هاد المره مع خفت يجيوني الضيف دغيا دغيا. ولا كيتصور الفيديو كيشد الحاجه كتشد اكثر من الوقت اللي كتشد الا ما تيتصورش الفيديو. صافي تحمرات دابا بحال هكا، غادي نحيدها وغادي ندير وحده اخرى ان شاء الله. راه كيتنفخ البنات، ما عرفت واش كيبان لكم نتوما في زعما في الكاميرا ولا لا. هذا حيت فيه القمح بزاف جا شويه فتيه جيش بزاف، كنرش مقله غير هو يتقلب قبل ما يطيب ماشي حتى يتحمر. والبوطه تكون العافيه ماشي مجبده بحال هكا كيبغي يتقلب فيها. هاد المرحله غير شويه محمر وباقي ما طابش، هانتوما كتشوفوا راه كيتنفخ. كنعاون بهادي باش ما كنتحرقش. بنفس الطريقه تنكمل العجينه اللي عندي كلها ونوريكم كيفاش كيجي. خلاص فاش نبغي ندير هذاك ديال سميتو راه غنوريكم الطريقه كيفاش غندير لي هذاك ديال الفرماج وهذا والبيض. هانتوما البنات انا ساليت المسمن ديال العادي اللي ما فيه والو، غندير دابا ديال الفرماج والبيض، غنديرهم غير صغيورين بحال هكا. راني درتهم مربعات حيت مشى عليا الحال،
وغادي نشعل على هذا. هانتوما البنات غادي ندير كما كنديروا السمن العادي غير هادو، الفرق انني ما غاديش نطيبهم مزيان وغادي يكونوا غير صغيورين باش يتقاد ليا فيهم هذاك الفرماج كيجيو زوينين وكيبغيو ديروا غير داك الكميه اللي غادي تتكال. انا دابا غادي ندير داكشي اللي غادي يتكال، كنخلى دابا كتبقى ديال حتى ثلاثه صغيورين وما تا هما ديرهمش بزاف ما يتقرصوش بزاف. صافي نمسح عليهم شويه ديال الزيت غادي نجيب واحد الموس صغير هو باش غادي نقطعهم. وراه عندي هنايا عندي سميتو عندي البيض غادي نجيب دابا غير الفرماج نديرو فيه. صافي غادي غير بحال غير كنديرهم يشدو في راسهم وصافي غير يشدو في راسهم واحد شويه. هانتوما البنات انا غادي ناخد دابا غادي نحلهم غير بيدي مكاينلاش نستعمل كاع الموس ماشي مشكل، كنحلها بحال باش يكونوا نفس قد هنا قد هنا ما يكونش الفوق رقيق ولا. وغادي ناخد هذاك البيض مع الفرماج راني درت فيه الفرماج غادي نديرو بحال هكا. الا كان الفرماج كاع ساهل يتدهن انا عندي هذا الفرماج طار غادي كاع نديرو بحال اللي كندهنو فيه باش يكونوا جميع البلايص ديال المسمن. غادي نهز هذيك الجهه هي اللي غادي نحط نديرها هكا باش تشد فراسها ونهز وحده اخرى عاوتاني. ما تخافوش منه واخا يخرج راه غير كتحطيها في المقله كتجمع. غادي ندير ليها عاوتاني بحال هكا وبمعلقه غندير ليها هكا بحال كندهن الزبده. وغادي نهزها بنفس الطريقه الجهه اللي ما طايبهاش مزيان نحطها عليها كيجي واحد المسمن رائع البنات. صافي وغادي نمشي بنفس الطريقه حتى غادي نكمل درت غير ديك الكميه اللي عارفه غادي تكال حتى نكمل داكشي اللي عندي كله. صافي وبنفس الطريقه هانتوما كنقلب فيه عادي حتى غادي نسالي ان شاء الله نوريكم الشكل النهائي ديال الاطباق كلها ان شاء الله. صافي البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الاطباق ديالنا. هذاك المسمن ديال الفرماج كيجي بحال هكا كيجي زوين بزاف. دابا نوريكم كيفاش كيجي الشكل النهائي ديالو. وهادي هذيك البيتزا السائله اللي درت في هذوك لي مول الصغار اللي قلت لكم كتجي بحال هكا من فيها الحشوه وكلشي ودرت ليها الفرماج والموتزاريلا واحد شويه. صافي كتجي بحال هكا زوينه بزاف رطبه واحد الرطوبيه ما نقولش لكم احسن من انك ديريها هكا عجينه وعاد تبداي تقطعي. كتجي هكا زوينه سهله. مره اخرى ان شاء الله نشاركها معكم فيديو بوحدها. رافقت عاوتاني هذا المسمن العادي اللي ما فيه والو كيجي بحال هكا رافقته بشويه ديال الكونفيتور شويه ديال العسل. وهاديك سميتو ديالنا كيجي بحال هكا داك البريوش اللي في المول كيجي بحال هكا. انا نوريكم حيت قسمته ديجا بالموس
شفتوا لا كريم واخا دخلات بقى شفتوا دهنتو غير بالكونفيتير البنات ودرت فوق منه البافو واحد شويه ديال البافو كيجي بحال هكا هشيش واحد الدرجه وكيوجد دغيا حيت انايا مولفه ديما داك البريوش اللي كندير كنخليه يخمر واحد المده طويله باش عاد يستق ليا هذا دغيا كيوجد زوين بزاف ورفقت هادشي كله بواحد البراد ديال اتاي كما كتشوفوا وصافي هادشي اللي كاين كنتمنى لا فيديو ديال اليوم يعجبكم انا غنوريكم السمن ديال الفرماج كيفاش كيجي كيجي بحال هكدا البنات ها نتوما كيجي من الداخل بحال هكا بداك الفرماج والبيض كيجي رائع في المذاق زوين بزاف كنتمنى تجربوه ساهل زعماك ما كيشدش حتى الوقت بزاف صافي هذا هو الفيديو ديالنا البنات كنتمنى دعموني وبالدعم ديالكم باش انايا كنزيد مازال كل مره كنفكر انني ندير فيديو وشكرا لكم بزاف وكما كنقول ديما الناس الجداد معايا مرحبا بكم والناس القدام شكرا لكم بزاف واللي يخدكم عليا والسلام عليكم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.